السيارة وما خلاك توصل، وهلأ ما كان يمنع لحتى يجيبني. حضرتها ما داومت، شو تفسيرها بقى؟ مو ضروري يكونوا سوا، جوز يكون عم يصلح سيارته. وهي عم تصلح سيارة اللي خلفوها؟ بعمرها ما غابت إلا وكانت معه، شو عم تحكي أنت؟ ما بعرف، كأنه هالمشكلة ما لها آخر. إن شاء الله بشوف آخرتها عن قريب وبرتاح. ما عم صدق، يعني ما عم صدق. بعد الحكي اللي قالت لك إياه، وبعد الحكي اللي قالته لأمي، وبعد حكي البابا للماما، معقول؟ ما بظن، يعني ما بظن تستمر هاي العلاقة. الله لا يوفقها.